السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في بحر جيجل، البلاصة هادي لي كروت شاطئكم العجيبة. نعم مرحبا بكم في شاطئكم العجيبة. عندنا مطارات، عندنا بحر جميل. لازمنا نعرفوا واش نحضروا، ما تصلحش لي. لا معليش، اسمع، حنا كنا بادي، حنا عندنا صدفة من راس الواد، والسنة اللي فاتت كنا هنا، كنا في الجهة الفوقانية كيسموها تاع الواد دار الواد، عقبنا يعني جوني كابل جورني. اليوم حبينا نجربوا البحر، اليوم هنا حبينا نجربوا البحر هذا ونشوفكم لي جون. نتوما راكم قابزين، ديما قابزين، تكريو لي باراسور، تكريو كراسة، راكم تخدموا الله يبارك. يعني ولا سيكوريتي كان مات الماجور، من بعد نشوفوه. كاين واش من بلاصه ميجيو هنا على بوبي؟ واش من بلاصه؟ 150 ولايه جوج في المايا، وكاين يجيونا من تونس، من ليبيا، يجيونا من بلاد خارجيه، يجيونا من الله يبارك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم رانا مع صاحب الفلوكه. واش راك خارج؟ لاباس بيان. واش راك دير بالفلوكه هذه يعني؟ سياحه خويا، سياحه. كاين مغارات نروحوا لهم. اه وديما هكذاك يومي نعم. يعطيك الصحة خويا، والله يعطيكم الصحة. اللي جيناكم تخدموا، وحنا نتمناو. اسمع الشعر حاجة، ريحي لافوق، ريحي في الأحمر، لافوق حطي نتاع قاعدين في الأحمر. راك اسمع، راني معاك. حنا الشعار، حنا الشعار تاعنا هو حوز بلادك وما تحقرهاش. واش قلت فيها؟ هذيك هي. الحاج الحاج سخسيك برك، منين جيت خويا؟ بير العطر. بير العطر، الله يبارك. تبسها الله يبارك. واش عجبتك انا جيجل؟ واش تقول في جيجل هنا؟ راك تاعك في اليمن. لا بس الحمد لله. والشعار تاعنا واش يقول؟ واش يقول؟ يقول حوس بلادك وما تحقرهاش. حوس بلادي، انا نحوس بلاد الغير. يعطيك الصحة خويا. وعجبتك البلاصة هذه جيجل هذه؟ انا كي نعرف الجزائر تاعنا. اسك حوست عكس حوست شويه الفوق ولا ما حوستش؟ روح هذا وين جيت؟ هذا وين جيت؟ جينا البارح كنا في العوانه، ومشينا للكومارشي، مشينا للبلاد ودرنا فيها. واليوم درك رانا ان شاء الله نفوتوا النهار مليح. يا خويا انا نتمنى لك ان تحوسها مليحه، وما تنساش بلادك، ما تحقرهاش. يعطيك الصحه خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا رانا فوق الفلوكا، دوك رانا نحوسوا في ليكروت ان شاء الله تحويسه مليحه. معنا الاخ وصلت، معنا الاخ عبد المؤمن، دوك تشوفوه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا فيه يا خويا، هو اللي يسوق فينا. وراك مدينا الاخر. هاي صح، هاو قالك لي كروت، يعني لي كروت، لي كروت، لي كروت. توجور انا في البحر، وكما نقولوا جو روعة، جو يعني ما عندي ما نقولوا، ما شاء الله ما شاء الله. هيا كيما راكم تشوفوا رانا في الفلوكه، وتحويسة مليحه. واش رايك نوريكم لي كروت وتجيو ديروا معاها، تجيبوا خلاص مع عبد المؤمن، يعطينا رايو في البلاصه هذه. الناس راهم يجوا لي هنايا. كيما راكم تشوفوا لي كروت، انا داخلين لي كروت. هذه المغرة الأولى. يعطيك الصحة. كما راكم تشوفوا، وجيجل باش معروفة، معروفة بالليكروت، يعني جيجل معروفة بالليكروت. Thank you.
تاع ما تخافش كي تجيب الماء ورا تاع ما. يعني با تشوفوا يعني ها منظر يعني ما عندي ما نقول لكم هادو مالي كروت هادو مالي كروت تاع جيجي هادو مالي كروت تاع جيجي كما راكم تشوفوا هنا يعني الاخر المحطه فوق الماء كل محطه فوق الماء يعني منظر الله يبارك فيك ديري فوتو ديري Thank you.
رانا توجو في رحلة في البحر إن شاء الله، ومعنا الحاج. الحاج هذا الحاج يوطع على لاجونس تاع تيل فواياج، لاجونس تاع تيل فواياج هو اللي يحكمها، وديما يفرحنا وديما يخرجنا معنا يخرج معنا، ويعني الله يبارك، يعني لاجونس تاعو راهي تخدم 200% مش 100% 200%. ابقوا معنا في الفيديو. بنو داخل سوفينير. واش راك تنقي لهنا تنقي؟ اه اسمعي شوفي هنا لاباس. واش راكي بخير؟ لاباس. عجبك العائلة؟ وهذا بويا برايجي. رانا توجور في لافوت تاع لافوت تاع الوسكو تاع جيجل. كيما راكم في منظر يعني الله يبارك، يعني ما عندي ما نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، راكم على قناة الأخ فؤاد، قناة يوتيوبر، شان كبيرة، جوج ملايين واش دو في، واش راكم؟ عجبكم الحال؟ منين أنتم؟ منين؟ أضرار، الله يبارك، خير الناس، ناس أضرار، خير الناس. 01 هاي هاي السلام عليكم. شفت لما شفتش رانا مع اسمك يا اخويا عماد. عماد واش راك يا عماد؟ لاباس بخير. عماد هم يجيك من كل ولايه. احنا رانا ولايه البرج، راس الواد. راس الواد انا راس الواد، هذا برايجي. يبارك فيك اخويا. منين البرج؟ منين؟ دقائكم البرج. شاف الفار. خويا حداد. حداد نعرفه اللي كان عند الحباب. ايه وليد. يعني ما رانا نمشيو الونفير، رانا نمشيو الونفير. دير شاف. اول بوكوس تاعنا. هذا بوكوس. دير هذا هو البوطي، رانا حارقين ليكرو برك. كيما راك تشوف طفلة صغيرة عجب الحال، خليها فيها فيها فيتر بركا. حاجة روعة. رانا توجو في لي كروت تاع جيجل. واسمهم لي كروت هادو واسمهم؟ مغارة تبعين الكهوف، مغارة يعني يسموها مغارة تبعين الكهوف. قال لك الكهوف عجيبة، مغارة. الحاج توجور معانا. الحاج واش تقول في الجولة هذي؟ واش تقول في الجولة هذي؟ إيه ما أوي صافي. الجولة الجميل فيها والاجمل فيها هو الوجود تاعكم واختياركم للوكاله تاعنا، هذا شرف عظيم. سيدي فواز على ما يبدو المره الثانيه جزاك الله خير، معنا اخوه ثانيين ربما يختاروا بلا مزيه ما عندناش مزيه في هذه.
اختارونا هذا والله يا الحاجه يا الحاجه الوكاله تاعكم راهي تشرف راس الواد. الله يرحمه. هذا دليل تشرف راس الواد. هذا دليل، هذا دليل ثابت باللي رانا خارج سليم، وهذا وعد ربما وعد منا الله يحسنوا احسن من هذه. ربي ان شاء الله يوفقنا الخير وان شاء الله تقوموا الى الخير وان شاء الله تيباز ان شاء الله نكونوا معكم ان شاء الله في الى ما حكمتش حتى حاجه اخرى. وربي يوفق الجميع. امين ربي. هادو كما راكم تشوفوا حبيبنا صافا كي تمشي. اسمع 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 كي تمشي هكذاك باش نصوروا دوك. شوف الزفت تاعك كيما راكم تشوفوا. ها هادو لي كروت جيش ديال هادو الكروت نورمال تاع يعني الماء صافي. ها يلا شوف تاعك تنبغي يستافد شي لازم. ها درنا شي موسيقى درنا شي موسيقى نتاعي ماشي هو بعد. ايوا درك درك تيل فواياج ما ننساوهاش لاجونس تاع بو جملين العاج. راه معنا الاخ من الوئام. واش تقول في الرحله هذه؟ واش تقول؟ مليحه من هو جاي تعمل كيف في الرحلة هذي؟ هيا صح هروح فيهم هروح فيهم هروح فيهم كيما ادخل يا السلام عليكم. هكذا ثاني نبان قدم شوية قدم. السلام عليكم. واسمك خويا؟ عبد السمير. عبد السمير. عبد السمير هذا منين جيتنا؟ ورقلة. الله يبارك ديار الناس. واش تقرا؟ واش من سنة تقرا؟ متوسطة. واش من
الاول ثاني الاولى عقبت ثانيه والو خمسه تاع الاولى. ايه الله يبارك تما جبت البيام تما البيام جبته الله يبارك تما البارك وراه البارك وراه البارك وراه كيف نديرو هيا معليش اخويا واش عجبك الجيجل عجبك الجيجل مليحه ها بلاصه مليحه والعام جاي تولي ان شاء الله ما توليش صافي باباك وماماك عطوك هديه فاكونس في جيجل ها حق مربح وانت عشنا ترى هذا كيف رانا مع واش اسمك عبد العالي عبد العالي واش راك عالية صح عبد العالية الله عبد العالي محمد عبد العالي محمد علي كيما البوكسور هذاك تاع محمد علي كيما البوكسور هذاك كي بوكسور ما عرفوش محمد علي هاي معليش اسمع من جيت كتبت من ورد لا خوفي كان معايا خوفي الله يبارك انت شو سنه تقرا؟ رابعة على خمسة إن شاء الله العام الجاي جبنا جبنا السيسيام يا أخي ها جبنا السيسيام يا أخي لازم أنا تكلمنا عليك على ربي إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله تلاقيوه عجبتك جيجا مليحة تسمى ورقة ما عندكمش تحط ما كانش كي لابيسين برك ها لابيسين بتعرف تعوم ما عندها عليك بتعرف تعوم بتعرف تعوم الله يبارك أعطينا تشبيكة ترى ورينا بتعرف تعوم هذا هو محمد علي ها هو وحده في لابلاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوك دار ساعة رانا مع لاجونس تيل فواياج لاجونس تيل فواياج معروفة في شفاحة معروفة في الحج معروفة في العمرة في العمرة معروفة في كل شيء رسمان جاي رسمان بروشين نشر عليه في كوكازا افيك دو كار دو كرون كار دو كرون كار وان شاء الله حاجة مليحة اليوم رانا في جيجل اليوم الكار تقسم على زوج نص ويغا ونص الاخر البحر صافي نص راح للجبل ونص راح لتحت ولاجونس تاع الفواياج هذه يعني كنت تقول يعني عندك لو شوا تاعك تركب في الكار تقول له حطي في بلاصه ثانيه ثانيه ولا حطك وعاودي تلبس واش هو اون جروب توجور اون جروب وتوجور كان ماناجير ماناجير اللي قاعد في البحر سي الحاج الله خير على الاختيار تاعك احسنت الاختيار
نتمنى مادام تشرفونا ان شاء الله نكونوا نروحوا للاحسن وربي يوفقكم ونروحوا بخير ونروحوا بخير على خير وربي يوفقكم جميعا. كلمة الأخيرة عمر راح يقول لنا عن واحد الحاج واحد مزيان الحاج سي عمر راح يقول لنا كلمة يعني كلمة شي عارف يعني ماشي هو حوس بلادك شفتوا ولا ما شفتوش حوس بلادك وما تحكرهاش والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اقعدوا معنا في الفيديو لايكوا في الفيديو ديروا جيم اليوتيوب تاعي محلول فيسبوك ان شاء الله يكونوا حاضرين واش نقول لكم انا بدات الرحله ما خلصتش بلا كان جديد ما نعرف وانا واش كاين.